السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأ صباح اليوم العام الدراسي الجامعي الجديد بعد تأخر بدء الدراسة أسبوعين بسبب الانتخابات الرئاسية لانتخاب رؤساء الأقسام والعمداء ورؤساء الجامعات بدلاً من انتهت مدتهم. ادخل ازاي يا حمار والباب مقفول؟ افتح يا ابني. هذا وتشير الأوضاع الحالية إلى أن الجامعات استعدت لبدء الدراسة وتم إعداد المدن الجامعية لتسكين المغتربين. كده مفتوح. إلى أن روح الإضرابات والاعتصام تهدد انتظام العالم. استنى، رايح فين؟ أنا عايزك في مصلحة. مش عايزها، النهارده يوم الغسيل. طب مش تسأل الأول؟ مش يمكن السبوبة حلوة؟ يعني أنا مش فاهمك يا سعيد، طالما داخل وقايل لي مصلحة تبقى نصبة. تعال معايا يا عدل. هات 15 جنيه. لا. طب خليهم 5. ليه؟ الراجل صاحب المعرض النتن، تخيل، راهن الوصلة على 5 جنيه. ما هو حظ أم أنا. أنت حبيبي يا عمدة. خد يا سعيد. ربنا يخليك يا حبيبي. أما صحيح بجح، يعني أنا هديها لك مزورة؟ ليه ما تعملهاش؟ أعملها، بس مش معاك يا برنس. مستك إنك مخلص. يلا بقى طرقنا، طرقنا، عندي غسيل. مزور، ربنا يسامحك.